معكم آلاء مجيد لتقديم تقرير الـ NYFP اليومي من بورصة نيويورك لليوم الخامس من شهر يوليو لعام 2011. وفي بداية جلسة هذا الصباح نرى أن مؤشرات الأسهم تشير إلى أن الداو جونز هو منخفض متدنيا بنسبة 0.23%، بالنسبة لمؤشر الناسداك وهو منخفض بنسبة 0.12%، وبالنسبة لمؤشر S&P فهو منخفض بنسبة 0.25%. وفي بداية جلسة هذا الصباح نرى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة قد ارتفعت بعد عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا بعد أن انتظر المستثمرون بيانات طلبيات المصانع. أما بالنسبة للأسواق الأسهم الأوروبية فقد ارتفعت ارتفاعا طفيفا بعد أن انخفض مؤشر مدراء المشتريات لشهر حزيران، وهو هذا المؤشر هو مؤشر لنشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو، وقد انخفض إلى أدنى مستويات له منذ شهر أكتوبر لعام 2009، وانخفض المؤشر ليصل إلى 53.3% بعد أن وصل إلى 55.8% لشهر مايو السابق. ومن أخبار الشركات نرى أن شركة نيويورك تايمز قد أعلنت أنها قد باعت نصف حصتها من الأوراق المالية والبورصات التي هي من ضمن مجموعة ريد ساكس في ولاية بوسطن. بالنسبة لشركة أكسن موبايل فقد أعلنت عن أنها خسرت ما يقارب 1000 برميل من النفط الخام بعد أن انسكب النفط إلى نهر يلوستون في مونتانا في ولاية مونتانا، وذلك أتى بعد أن تضرر خط الأنابيب في يوم الجمعة السابق. ومن الأنباء الأخرى فقد قالت مجلة كندية طبية من أن أحد منتجات شركة فايزر للمنتجات الأدوية الطبية، وهذا المنتج هو للإقلاع عن التدخين، وقالت المجلة أنه قد أشار إلى ارتفاع مخاطر النوبات القلبية.